الخلاصة هي أن التقدم في ملف المفاوضات ليس بالمستوى المطلوب أمام هذه الانتقادات العديدة التي تواجهها تيريزا ماي في سياستها والمفاوضات التي تجريها مع الاتحاد الأوروبي، والتي أثارت انقسامات كبيرة داخل الأحزاب وداخل حتى حزب المحافظين نفسه. وبالتالي هل أصبحت الآن الحاجة الملحة في هذه المرحلة هو وصول بريطانيا لاتفاق مع الجانب الأوروبي على صفقة مرضية للطرفين حول شكل الخروج، أم المطلوب هو تحقيق توافق داخلي على شكل هذا الخروج؟ يعني أتصور أن الحكومة البريطانية منقسمة في الاستراتيجية، بمعنى أن تريزا ماي تعمل في واد وباقي الحكومة تريد شيئا آخر. هذه الخلافات ظهرت في تصريحات ليام فوكس وديفيد ديفيز وبوريس جونسون اليوم السبت في الصحف. دعيني بس أبسط للمشاهد العربي أين نحن الآن. نحن وصلنا إلى المرحلة الثالثة من القسم الأول من المفاوضات. هذا المفاوضات تنقسم إلى قسمين. نحن في المرحلة الثالثة المتعلقة بحسم مسألة أيرلندا الشمالية. المشكلة هنا أن الاتحاد الأوروبي لا يفهم بالضبط ماذا تريد الحكومة البريطانية، والحكومة البريطانية نفسها لا تعرف لأنها منقسمة في الداخل. أعتقد أن الخلاف وصل إلى طريقة وشكل وصياغة الاتفاق النهائي الذي من المرجح أن يعلن قبل أكتوبر لكي يصدقه البرلمان البريطاني. هذا الاتفاق الحكومة البريطانية تريد ربطه بالعلاقات المستقبلية، يعني تريد ربط التجارة وأيرلندا الشمالية بالعلاقات المستقبلية. أما أوروبا فتريد إعلان حسن نوايا فقط، لا يدخل في التفاصيل، ومن ثم تستمر المفاوضات حول العلاقات المستقبلية. بمعنى أن تريزا ماي تريد أن تأخذ العلاقات المستقبلية رهينة موضوع أيرلندا. لن نتكلم عن العلاقات المستقبلية أو المرحلة الانتقالية التي ستمتد إلى عامين إلا إذا حليتم لنا مسألة أيرلندا الشمالية. وبالتالي حتى لا ندخل في تفاصيل مزعجة كبيرة، أتصور أن تريزا ماي تعيش اليوم مرحلة ما قبل مارغريت تاتشر، مرحلة إدوارد هيث عندما كان رئيس الوزراء، يعرف أن بلده تحتاج إلى تغييرات جذرية لكنه أضعف وغير قادر على اتخاذ هذه الإجراءات الجذرية التي من الممكن أن تدخله التاريخ. هذه رئيسة الوزراء كما أتفق مع أستاذنا الكبير الأستاذ عادل هي أضعف رئيسة وزراء بالفعل، وبالتالي أتصور أننا إما أن نشهد خروجا كارثيا من قبل من الاتحاد الأوروبي، أو أن تغضب زملائها في الحكومة البريطانية ونشهد انقساما أعمق داخل هذه الحكومة في الأيام المقبلة.